معانا مدام آية. صباح الخير يا مدام آية. صباح الخير يا دكتور. أهلا بيكي. معلش يا دكتور، أنا عايزة أسأل بس سؤال. أختي عندها 32 سنة، أيوة، وهي كانت بتاخد إشعاع وكيماوي، كان عندها كانسر في حتة، والحمد لله ربنا شفاها يعني وكده. كان عندها فين؟ نعم، كان عندها كانسر فين؟ كان عندها كانسر في المستقيم. ربنا يبارك لك. كويس، أموريني. الحمد لله ربنا شفاها وكده، بس هي البيروت خلاص راحت من عندها خالص. بس عظمها تعبان قوي وكده، وهي مش بتاخد علاج. كويس. انا يعني طب ايه بقى الحل دلوقتي؟ يعني البيروت مش بتجيلها خالص. هقول لحضرتك تحت امرك. طبعا احنا في ظل وجود الكانسرز ده ما بنحبش ندي هرمونز للاسف بالنسبه لاخت حضرتك، فعلاجنا كله بيبقى ماشي مع الفيتامين دي والكالسيوم، يعني الحاجات اللي بتزود بتقلل هشاشه العظام. مش ما احنا طبعا السيدات اللي بيبقى عندهم مشكله بيجي لهم كانسر غالبا بيبقى فيه ارتباط ما بين جميع انواع الكانسرز الموجوده، فبالتالي احنا ما بنديش هرمونز، فاحنا مش هنعرف نديها هرمونز تماما، لكن لازم نديها كالسيوم ولازم نديها فيتامين دي. القصه دي بتبقى اكتر مرتبطه بزمايلنا دكاتره العظم، بيبقى في عندهم الادويه بتاعتهم اللي بيعملوا بيمنعوا بيها هشاشه العظام، فاحنا مضطرين ان احنا لازم نلجا لحد من زمايلنا بتوع العظم بيعمل لها بون سكاننج ليها، او مش بون سكاننج، بيعمل حاجه لهشاشه العظام بيقدر يحدد البون دنسيتي بتاعتنا او كميه الكالسيوم اللي في البون موجوده قد ايه، وعلى اساسه بيقدر يحدد كميه الفيتامين دي وكميه الكالسيوم اللي احنا ماخدينها، وهل احنا ناخد بحقن، هناخد حاجات، في حاجات سبراي، هناخد اقراص. فدي محتاجين يعني نلجا لحد من زمايلنا بتوع العظم وعلى اساسه بيحدد احنا بناخد ايه.